أدى صدام بين كحول لافان والليكود إلى إلغاء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، حيث قالت مصادر الائتلاف إنه لم يتم إحراز مزيد من التقدم في الميزانية، مما قد يؤدي إلى حل الكنيست في 25 من آب الجاري وإجراء انتخابات عامة أخرى. أعلن الليكود في وقت متأخر من السبت أن الاجتماع لن يعقد، مشيرا إلى رفض كحول لافان مناقشة اقتراح المساعدة المالية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن فيروس كورونا. وردا على ذلك قال كحول لافان إن الاجتماع ألغي لأن حزب نتنياهو يصر على عدم الالتزام باتفاق الائتلاف، أي عذر آخر هو كذبة كاملة. وأضاف: أعتقد أن هذا ليس حسنا أنه توجد 3 لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة ولم أغير رأيي حيال ذلك. أدى الخلاف حول العديد من الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الاجتماع إلى منع تحديد جدول الأعمال قبل 48 ساعة كما هو مطلوب. وبحسب مصادر في كحول لافان بقيادة بيني غانس، فإن الخلاف دار حول رغبة الحزب في طرح نسخة محدثة من القواعد المنظمة لعملية الحكومة للتصويت. تتناول هذه النسخة التي تم التوصل إليها مع الليكود توازن القوى بين نتنياهو وشريكه في حكومة الوحدة غانس. على سبيل المثال، لم يتم تحديث القواعد التي تخدم مجلس الوزراء منذ أن كانت الحكومة الأخيرة في السلطة، وأعطاء الأولوية الحالية في القضايا المتعلقة بالخلافات بين أعضاء مجلس الوزراء وتحديد جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء غير العادية. وطرح كحول لافان هذه القواعد جزئيا لمحاولة منع نتنياهو من دفع ميزانية لسنة واحدة، على عكس الاتفاقات التي تم التوصل إليها من الطرفين. ويعتزم كحول لافان الأربعاء طرح اقتراح بتأجيل التصديق على الميزانية إلى أوائل كانون الأول للتصويت المبدئي، لأنه بحسب مصدر حزبي لا يوجد وقت للموافقة على الميزانية بحلول 24 من آب، الموعد النهائي الحالي.